سرعة تفضي الخارقة. إذا ما حررنا القطط سيكون عددنا كبيراً. ألديكم اقتراحات فريق؟ لدي اقتراح آخر. المقنعون الصغار موجودون عند الشجرة الموجودة خلفكم. أنزلوا القطط لنذهب إليهم. توقفي يا قطع الخردة، أنا بصدد الخروج، إنه كمين. حسناً أيتها القطط، سنستخدم اختراعاتكم. مرحباً. ها هم البقية، لنأخذ مواقعنا. هيا يا روبوتات. إلى ما يخطط المقنعون المزعجون؟ الروبوتات تكره الماء. والآن إلى الأخير، سرعة القط الخارقة. أمسك بذلك القط روبوت. لا لا لا، ابتعد عني. نجحنا، جهز عضلات الزاحف. لكن إذا ما أزلت شيء الوامض ستختفون. لن نختفي، بل سنعود كفة قط واحد. هذا فريق، افعلها زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. نعم. سأنال منكم أيها المقنعون، لقد قضيتم على روبوتاتي لكنكم لن تتخلصوا مني مطلقا. حتى من دون طبلي يمكنني القيادة أفضل من. إذن فلنفعل ذلك. حان وقت البطولة، لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلا. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ محارب النينجا. لقد أحب إيقاعك. يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. يسار، يمين. استديروا، عودوا. اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبلي لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء. لمستك، الحق بي. ترى ماذا ينوي أن يفعل؟ هيا بنا، حان وقت عملية الإنقاذ الرائعة. هيا. فقط انتظروا، هذا شيء جديد وهذه أفضل أفكاري على الإطلاق. استعملت شبكة من قبل. لكنكم لم تروا الأمر برمته حتى الآن. ماذا الآن؟ أجل، لا يعجبني مجرى الأمور. سأقوم بإطلاقكم إلى مقركم الرئيس السخيف. ستلتصقون به وسأغطيكم بالمزيد من المادة اللاصقة. سوف تلتصقون هناك إلى الأبد. كل هذا بسبب ما كنا سنقع في مأزق لو لم أحاول القيام بعملية رائعة.
هذا سيعرضنا جميعا لموقف عصيب. حان وقت البطولة. بسرعة زاحف، أبعدنا عن الكرة. عضلات الزاحف الخارقة. أجل، حان دورك الآن. هيا، وقت الطيران المذهل. لك ذلك، جناحي الخارقان. والآن لأفضل عملية إنقاذ، وسنفعل ذلك معا. هما الآن. هيا يا نينجا الليل، نحن قادمون. هذا مستحيل. ما رأيك أن تلعب البولينج معنا؟ لا. حتى من دون طبلي يمكنني القيادة أفضل منه. إذن فلنفعل ذلك. حان وقت البطولة لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلاً. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ توقف يا محارب النينجا. لقد أحبوا إيقاعك. يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. 1، 2، 3، 4. يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محاربو النينجا لي وليسوا لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبلي لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء. للأسف لم ننفذ الحركة. أعرف، كنتما محقين، خفت أن ننفذها بشكل خاطئ. لكن سنساعدك. كنت محرجة. أتعلمين؟ أنا لا أعلم إن كنت فهمت حركتنا. الخطوط موجودة في كل مكان، إنها مشوشة، لهذا سنضيف شيئاً. هذا. حين نكون في موقعينا سنعطي تلك الإشارة وتقومين بحركتك. ليتني أخبرتكما بالحقيقة ما كان روميو سيتوقع هجومنا. ما زال لن يتوقع. هذا أكيد، لننفذ الحركة. حان وقت البطولة. قم بعملك أيها القطار الخارق. روميو فيل استعدي، انطلاق. روميو، لقد تأخرت أيها الفتى القط. العالم ملكي. هنا روميو. الزاحف، كان أسهل لو ظهرتما معا. سأشرح الأمر مجددا، لقد تأخرت كثيرا. ماذا تفعلان بيديكما؟ الطيران دوراني في الوقت المناسب. جئنا جميعا معا. انتهت خطتك. لا، لكنني أردت إطلاق الرائحة الكريهة. أوبس. الفتى القط. لا. وحتى تنجح علي أن أتريث. حان وقت البطولة. أجل. أعلم بوجودكم أيها المقنعون الصغار، لكن لن يطول بقاؤكم.
بسرعة، ما هي خطتك؟ سنوقف القطار نهائياً، وسنفعل ذلك معاً يا صديقي. أنت اقفز وأحضر بعض الأغصان، أنت ازحف بالقرب من صانع السكك. لك ذلك. بعدها دوري أنا، سأحمل الأغصان إليك وسنستخدمها لتعطيل صانع السكك وإيقاف عمله. دون سكة لن يصل القطار إلى مختبر روميو. هذه خطة رائعة، أظنها ستفلح. حتى تنجح أنجزا مهمتكما. القناع الصغار، هيا. أوبس، علي التذكر لا تتسرعي. هيا يا فتى القط. سأذهب. لا، سأنتظرك. هيا يا صانع السكك، اصنع المزيد من السكك، المزيد. قفزة القط الخارقة. حسناً، حان دوري الآن. برفق وتمهل. أحسنت صنعاً بوما. ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون. لقد فات الأوان. أيها الزاحف، عطل صانع السكك. لا 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 لا. ها، سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحاب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلا، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا. لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة، عندما كنت أحاول أن أكون فلاش فلاش، أنا البومة، والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة، الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاسي فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة
سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع، خذ اذهبا واربطاه جيدا حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو علينا أن نوقف روبوته أولا. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولا جناحي الخارقان، ثانيا النظرة الثاقبة. يهو، انظر روميو، لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. لقد اعتدت عليها. هذا غير صحيح، ففي كل مرة تقفز فيها. قم. ماذا تفعل أيها القط المزعج؟ أيها الفتى القط، دعني أستعمل عصا القفز الضخمة. سأوقف روميو باستعمالها. لا يا زاحف، أنا فقط الفتى القط. حسناً، إن كنت لا تسمح لي باستعمال عصا القفز سأستعمل الحقيبة النفاثة. لا يا زاحف، احذر، الحقيبة النفاثة خطيرة. إياك أن تتلف الحقيبة النفاذة أيها السحلية المجنونة. أوه لا، قد يتأذى الزحف بالفعل. لما لم أسمح له باستعمال العصا؟ يا فتاة ساعدني. اطمئني، سأنقذك. أخيرا جناحي الخارقان. شكرا بوما، من الصعب استعمال تلك الحقيبة. حصلت أخيرا على حقيبة نفاثة، والآن سأبدأ بالاستيلاء على العالم. حسنا، علي البدء برشاش الواحل أو ربما جهاز السحق. أوه مهلا، سأستعمل جهاز نفث الروائح الكريهة. كم أنا رائع. ماذا سنفعل؟ لدي فكرة. من الواضح أن محاربي نينجا أقوى منك. اطمئن، سنتولى الأمر. لا، أنا سأتولى الأمر. أتريد التدرب مع شخص قوي يا نينجا الليل؟ هأنذا. أرجوك، أستطيع هزيمتك بإصبع واحدة. هذه الإصبع، محاربي النينجا الخارقين عليكم به. يا زاحف قادماً. انظروا، لدينا أداة رياضية جديدة. أحسنتم يا محاربي النينجا، أنتم تزدادون قوة. سرعان ما ستتسنى لكم هزيمة أي شخص في العالم باستثناء أنا بالطبع. أنت بخير؟ لا، لقد أفسدت كل شيء. أردت أن أريكما مدى قوتي وحسب. لكننا نعلم ذلك. هكذا لن نستعيد المعدات الرياضية. كان علي السماح لكما بمساعدتي. أصبح النينجا أقوياء جداً ولن نستطيع ردعهم، لا سيما وهم متحدون. وجدتها، تزداد قوة محاربي نينجا باتحادهم، وهذا ينطبق علينا. حان وقت البطولة ولدي خطة. بحثت جيداً كما طلب الزاحف ووجدت هذا الحبل. وأنت؟ دراجة مهترئة، ليس إلا. وجدت كرة شاطئ مثقوبة، هيا. صديقي، التحليق به ليس سهلا. لا أبالي، علي اللحاق بها لمصالحتها. زاحف المجنح. أوه.
الزاحف المجنح، وأمسك بقط طائر أيضاً. أصمت صديقي، سأجلب المساعدة. أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة. النجدة! هاي، ما الذي تفعله؟ أنا عالق، أخذت الزاحفة المجنحة للتأكد من أننا ما زلنا صديقين، وجهاز التحكم بحوزة روميو الآن. بالطبع نحن صديقان. أنا المذنبة، وجب علي مصالحتك أولاً. أوياك، من يكترث؟ لا بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلا، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك، حتى إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلى يمكنني. كلا لا يمكنك. بلى، انتهى وقتكما. ناولان الخرطوم فورا. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش. وأمسكوا بالسحلية يا محاربي نينجا. النجدة! استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون. النظرة الثاقبة! ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. مرحى! عدت كبير الحجم! عضلات الزاحف الخارقة! أجل! محاربي نينجا، أحضروا الجهاز! لا! أيتها البومة، تولى السيطرة! ستكون الأمور على ما يرام الآن، أنت معنا! يا صديقي، أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضاً. حان وقت البطولة. أوريا، علينا أن نخرج البومة من كرة القمر هذه. لزنا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة. هذا القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلا. انتبه، عمود الإضاءة. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا، هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جدا. عرفت، علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة فردة. والآن لنثقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا، مرحبا. أجل، سأهبط به ببطء. أحسنت، عرفت أنك ستنجح. أرأيت؟ كان عليك المحاولة. أجل، عثاث، اتركوني أيها المقنعون.
انتهى الأمر الآن. أجل، حصلنا على لوحك الخاص حتى لا تسرق المزيد من الهدايا. هذا ليس عدلاً. لم أحظ يوماً بعيد ميلاد حقيقي. أنا هنا وحيدة. ماذا؟ أتعنين أنك وحيدة في العيد؟ هذا محزن للغاية. اسمعي، لما لا تمضين عشية عيد الميلاد معنا؟ معكم؟ أجل، علينا إعادة هذه الهدايا والزينة. يمكنك المساعدة، ثم سنقضي العيد معاً. ما رأيك؟ حسناً، على ما أظن. اصعدي إذن، سننقذ عيد الميلاد. أجل! والآن الهدية الأخيرة. أحسنت، أصبحت بارعاً جداً في ركوب لوح لونا. شكراً، وبعد أن أتقنت ذلك أحببته. ساعدتنا بالفعل لونا، لذا تستطيعين استعادة أشيائك. حسناً، عليكم الرحيل الآن، فعيد الميلاد انتهى بالنسبة إلي. اطمئني، لن نغادر الآن، هناك محطة أخيرة. هجم الريش المتجمد. مكعبات ثلج صغيران وسط الشارع. مكعبات ثلج صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة. علي الالتزام بخطتي واستخدام قواي الخارقة. حان وقت البطولة. القبضة الخارقة. حان الوقت لاتباع خطتي. ساعداني بتحطيم فوانية روميو الجليدية قدر المستطاع. مستعدان لتسديد كرات الثلج. هي، قد تنجح خطة الزاحف. هيا لنحطم بعض الجليد. هؤلاء الحمقى يحطمون فوانيتي الجميلة. لم يبقى أمامي سوى طريق واحد. والآن سأري روميو كيف هي الحركة فوق الجليد. القبضة الخارقة. مرحبا روميو. بفضل القبضة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الزاحف. لن تمسك بي.